السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس الشيبسي. بصوا شكلها عامل ازاي، تحفة وطعمها طبعا حلو جدا. بصوا يعني بتقرمش وحلوة قوي قوي قوي، ملغتش الصوت عشان تسمعوا صوت القرمشة. وبصوا زي البطاطس الشيبسي بتاعت بره بالظبط، بل طبعا انضف احسن، زيت مضمون، يعني مش قادرة اقولك. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. معانا دلوقتي بطاطسيتين متقطعين شيبسي، مش رفيع قوي ومش تخين قوي. هتقطعيه بالقطاعة ديت او بالقطاعة ديت، باللي يريحك، يعني اي قطاعة عندك في البيت هتقطعيه بيها، او القطاعة ديت اي قطاعة عندك تقطعيه بيها. بصوا ما يكونش تخين، يكون سميك، حاجة بسيطة خالص خالص. نشوف بقى التوابل بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها. معانا بابريكا، معلقة شطة حسب الرغبة لو انت عايزة، توابل بتاعت فراخ او اللي هي السبع بهارات، ومعانا ملح، ومعانا لون، حاجة بسيطة خالص، ده حسب الرغبة برضو. وطعم الجبنة، الطعم بتاع الجبنة بيجي من عند العطار عادي خالص. برضو مش عايزة طعم الجبنة وعايزة تستغني عنه، مفيش اي مشكلة خالص، مش هتفرق، هو بس هيديكي طعم الجبنة بتاع الشيبسي بتاع بره، وهيبقى طعمه حلو قوي. اللون برضو لو انتي مش عايزة اللون مفيش اي مشكلة، بس دي الوان بتاعة الطعام يعني مفيهاش اي مشكلة. واحنا حطينا اصلا ذرة، يعني حاجة بسيطة خالص خالص، انتي لو عايزة تستغني عنها مفيش اي مشكلة. هنحط بقى حبة خل، الخل بتاعي مش مركز، لو انتي الخل بتاعك مركز حطي معلقتين خل بس. هنحط بقى مية من الكاتل سخنة، مية بتغلي من الكاتل على الشيبسي دوت. المية السخنة بتدي قرمشة للشيبسي حلوة جدا جدا، ويعني هي بيفضل ان هي تحط على الشيبسي وهو سخن كده، يعني وهي مية سخنة تروح حطها على الشيبسي بتاعك، هيطلع حلو قوي قوي. هنسيبه بقى لمدة ساعتين، هتسيبيه بقى لحد ما المية بتاعته تبرد خالص خالص خالص. هتسيبيه ساعتين علشان كمان ياخد من التوابل اللي احنا حطيناها ديت كلها. توابل الفراخ برضو ممكن تستغني عنها، انا حاطه اللي هي السبع بهارات مش توابل فراخ، يعني هما السبع بهارات عشان فيهم توم بودره وبصل بودره وفلفل اسود وفيهم كل حاجه. هنبدا بقى نحط الزيت بتاعنا على النار، يا ريت يكون زيت غزير ويبقى سخن سخن خالص. بدات اهو حطيت بطاطسايه عشان اعرف ان الزيت سخن ولا لا، لقيته سخن، ادام عمل معاكي فقفيه كده وعمل معاكي صوت يبقى الزيت سخن خالص. هحط بقى البطاطس بتاعتي في الزيت وهتقلبيها علشان ما تلزقش في بعض، وهقلي بقى كل الكميه وارجع لكم باحلى شيبسي بجد بجد حلو قوي. جربوا الطريقه ديت هتعجبكم قوي، ولو عجبتكم وعايزين تشوفوا الفيديوهات بتاعتنا على طول اشتركوا في القناه من الزرار الاحمر اللي تحت، ولو عايزين كل فيديو يوصل لكم فعلوا زرار الجرس اللي هو عامل زي الجرس دوت. ولو عجبكم الشيبسي بتاعنا ما تنسوش تسيبوا لنا تعليق حلو كده محفز. بصوا الشيبسي بيقرمش وحلو قوي 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 وناشف زي بتاع المحلات بالظبط، اللي هو الشيبسي اللي بيتباع في الاكياس، وحلو قوي قوي، ده غير طعمه طبعا اللي حلو جدا جدا. وزي ما بقولك ممكن تحطي طعم الجبنه، تحطي طعم الكباب، تحطي اي طعم انت بتحبيه، طعم الشطه والليمون، اي طعم انت بتحبيه حطيه. واشوفكم في فيديو جديد، بحبكم في الله.